كلنا عندنا أصدقاء، والأصدقاء دول ربما يكونوا من زمن طويل، أصدقاء دراسة، أصدقاء عمل، وبالتأكيد مواقف الحياة كتيرة جدا اللي ممكن تخلي ما بين هؤلاء الأصدقاء يعني بعض الزعل، بعض اللي هسميه برضو يعني لو خدناه بشكله الإيجابي العشم. لو أنت من الناس اللي بتدي فرصة تانية لصديقك ده، امتى رصيد المودة بتاعك بيخلص؟ انت بتحط امتى ليميت او سقف لتوقعاتك مع هذا الصديق؟ هنلاقي الناس طبعا متفاوتة كتير في اجاباتهم. في ناس يعني زي ما بيقول كده ايه، القماصين، فريق القماصين بيزعلوا بسرعة، يعني رصيد المواضيع بتخلص لو في حاجة صغيرة بيقفش وبيقفل تليفونه، وبنشوف ناس غريبة جدا. وفي ناس متسامحة جدا لغاية لما تحصل حاجة معينة تكون هي الفيصلية، يقول لك لا خلاص أنا مش هكلمه. وفي ناس ما شاء الله في قصة يعني التسامح دي ملهاش حدود. عايزين بقى نعرف زميلتنا جمانة من أي نوع من يعني تاني. أنا رقم اثنين. ليه بقى؟ لا بص، أنا مش قماصة خالص. لا ما عنديش أصلا طاقة، أو ما عنديش خلق أتقمص من حد. يعني لا، مادام أنا عارفة إن المشكلة اللي بينا يعني محلوله، او يعني عارفه ان دي مش نهايه العلاقه، لا ما عنديش مشكله. بس طبعا يعني اللي قدامي يبقى يحترم زعلي، يعني معلش خلاص حصل خير، ومش لازم يقول. مش انا مش من الناس كمان اللي عندها اسف اساسيه للمصالحه، لا مش شرط يعني عادي. بس مش الكلمه، المعنى يعني بالظبط كده. بس ودي انا ما بعتبرهاش فرص تانية مصطفى، وطول الوقت احنا بنشد مع بعض ايا كانت نوع العلاقه، متجوزين، مخطوبين، صحاب، اخوات، على فكره اب وام والاولاد، يعني ايا كانت شكل العلاقه ايه. لان احنا احيانا لما بنقول علاقه لازم تكون ما بين راجل وست، يعني لازم تكون فكره انه العلاقه العاطفيه، ملهاش اي علاقه على فكره خالص. اي شخصين في الدنيا، واتنين رجاله اصحاب، اتنين بنات صحاب، مش فارقه. بس هي الفكره انه طول الوقت احنا بنشد مع بعض، ما دام احنا اصحاب وما دام احنا قريبين من بعض. صحيح. لازم بيحصل مواقف اكيد بنشد فيها. فدي مش فكره الفرصه الثانيه، بس الفرصه الثانيه انه بيبقى فعلا حصل موقف كبير جدا، فيتطلب انه يبقى اللي قدامك يديك فرصه ثانيه. فهو السؤال بقى، امتى المفروض ندي فرصه ثانيه؟ أنا بالنسبة لي من خلال تجاربي في الحياة وتجارب الناس المحيطة بيا، لقيت كده إن في حاجات ما ينفعش ليها فرصة تانية لسبب بسيط جدا. في سقف عندك للزعل يعني؟ مش سقف، في حاجات ما فيهاش فرصة تانية، ما ينفعش فيها فرصة تانية أصلاً. حتى لو سمحت اللي قدامك بالمناسبة، ما ينفعش يرجع مكانه تاني، أو ما ينفعش العلاقة ترجع تاني. صح صح. لأنه مهما حاولنا ندي فرصة تانية، العلاقة حصل فيها زي ما بيقول كده شرخ. في حاجات ملهاش مبرر. يعني انا بالنسبه لي موضوع الفرصه الثانيه ده لما بيكون المشكله اللي حصلت من الطرف اللي قدامي ملهاش مبرر، يعني الخيانه ملهاش مبرر تحت اي ظرف من الظروف، الكذب ملوش مبرر برده تحت اي ظرف من الظروف، فكره الاهانه ملهاش برده مبرر، فكره ان حد يتكلم عليك من ظهرك لو صديق مقرب جدا برده ملهاش مبرر. فطول ما انا سؤالي ملوش مبرر، طول ما أنا عتابي ملوش مبرر، مفيش فرصة تانية. حتى لو حاولت تدي فرصة تانية مصطفى، اعرف هتعجز. أنه صدقني هتتكرر تاني. لأنه أنا بالنسبة لي يعني أنه لو شخص مثلا خانك، والخيانة دي بالمناسبة تحتها حاجات كتير جدا. صحيح. يعني مش المعنى اللي بيجي في دماغنا على طول أول ما بنقول كلمة خيانة. الخيانة حاجات كتير جدا. أنا بالنسبة لي الخيانة يعني الشخص اللي قدامي عنده نقطة ضعف، فبمجرد ما نقطة الضعف دي حد هيجي يحاول ان هو يتعامل معها تاني او يضغط عليها تاني، هيخون تاني. فهنا انا حاطة نفسي في موضع الحقيقة ما ينفعش حتى لوم اللي قدامي، لان خلاص هو بين لي نفسه. يعني هو اعترف بنفسه بافعاله ان هو مش كويس، ان هو خاين. فانا ليه انا مصر اقول له ان انت كويس؟ ده شخص خان الثقة. ليه انا اجي اقول له لا انا هديك الثقة تاني، لا انا هثق فيك تاني؟ لا، هو قال لي ان هو مش كويس او ان هو خاين، ليه انا ما صدقوش؟ انت بقى امتى؟ والله انا عندي سقف في القصه دي. لو حد اتكلم عليا في ظهري وعرفت، سبحان الله، يعني انا مرزق جدا في القصه دي يا جماعه. يعني انا عندي مستشعرات كده بعرف بيها
وما تعرفيش ازاي ربنا بيرزق يعني. انا بعرف اللي بيتكلم عليا. لا اعرف، ما بتبقاش اول مره. ربنا قرر في المره دي بس ان انت تعرف، فبتبقاش اول مره، بتفهم بتعرف بتوصل. وبعتبره نوع من انواع الجبن، انك جبان، انك ما قدرتش تواجهني. لو عندك مشكله معايا تعالى واجهني بشكل صريح، قول لي انا زعلان منك في 1 2 3 4 كده، الامور هتتصافى. ده نوع من انواع الشجاعه، يعني دي اخلاق الفرسان واخلاق الناس النبلاء زي ما بيقولوا. لكن انت لو هتيجي تتكلم عليا من ظهري، وده قال وده عاد وده سوى وده عمل، فمش مش هنخلص. ده سقف توقعاتي في الصداقه، او سقف توقعاتي في اي نوع من انواع العلاقه. طبعا يعني بيختلف، لو علاقتك مع ابنك غير علاقتك مع والدك ووالدتك، غير علاقتك مع اصدقائك غير علاقتك مع زوجتك، اكيد لكل مقام مقال يعني. ولكن في النهايه في ثوابت في العلاقه انا شخصيا بحب احطها، وبحب احط سقف للعلاقه ونوع من انواع الاحترام. ولو انت عزيز النفس زي ما بيقولوا وبتقدر نفسك، ثمنك هيبقى غالي عند الناس. دي بقى نقطه مهمه جدا جدا. انا بستغرب جدا الناس اللي بتبقى مش مديه نفسها قيمتها، او مش محترمه نفسها. صحيح. وتتطلب من اللي قدامها او تطلب من اللي قدامها انه يحترمها، انه يحترمها ويحبها. طب ازاي؟ ما هو انت في البدايه اصلا مش حابب نفسك، مش بالضبط. عارف قيمتك. وبالمناسبه القيمه والاحترام والمكانه وكل ده وعزه النفس ليها علاقه بقى بمستوى اجتماعي ولا بشكل ولا بتعليم. برافو عليك. ولا اي حاجه من الحاجات دي. عزه النفس ليها علاقه بان انا بني ادم عارف ان انا كويس، عارف ان انا بتمنى الخير للي حواليا، عارف ان انا نفسيتي كويسه، قلبي نظيف، استحق ان اللي قدامي يعملني من نفس المنطلق. دي فكره ان انا كويس، انا هنا شخص استحق المعامله بالطريقه دي. على فكره حتى لو مفيش قبول مثلا بينا، ما في ناس ما بتحبش بعض، مفيش بينا مفيش كيمياء. بالظبط، مفيش بينا كيمياء، بس ده لا يلغي الاحترام تماما. وحتى لو احنا فكرنا كده شويه مع بعض، هتلاقي نفسك لو شفت لو شخص بتحبه جدا بس ما بتحترموش، او في حته ما بتثقش فيها بالنسبه لك، بتحبه بس يعني عارف اللي هو لذيذ يعني، وحد تاني انت ممكن تكون ما بتحبوش فعلا بس بتحترمه، هتلاقي ان التعامل مع الشخص اللي انت ما فيش بينكم وبين بعض كيمياء، او ما بتحبوش بعض او اي مكان يعني، التعامل احسن بكتير. صحيح. والطف بكتير، وفي كرامه وفي احترام اكتر بكتير. فانا بالنسبه لي مبدا عشان المركب تمشي، دي المركب ما بتمشيش يا جماعه غير باحترام. صحيح. المركب ما بتمشيش، احترام متبادل. بالظبط كده. صحيح. ما فيش حاجه اسمها عشان المركب تمشي، عشان المركب تمشي نحترم بعض، نقدر بعض، نغفر زلات بعض، لا، نقطه معينه، نقطه معينه، واتاكد ان اللي قدامي لو انا غلطت فيه الغلطه دي هيسامحني عليها. صحيح صحيح. لكن لو ما سامحتنيش عليها انا ليه يعني، ليه افضلك على نفسي؟ ليه اقبل على نفسي حاجه انت ما تقبلهاش على نفسك؟ فاعتقد يعني انا ده رايي، مش عارفه انا ده كلام منطقي جدا. بالعكس، اللي بتقوليه ممتاز وهايل، وانا متفق معاكي جدا في كل اللي قلتيه. انت لازم تبقى عامل لنفسك انت سقف من يعني مقيم نفسك كويس، وزي ما قالت جمانة انت اللي بتحط قيمه احترامك. يعني انت لو انت مش محترم نفسك، قالت جمله حلوه جدا، لو انت مش محترم نفسك ازاي انت متخيل اللي قدامك هيحترمك؟ وده اللي بيخلينا نسال، انت سقف العلاقه عامل ازاي فيما يتعلق بالعشم مع الاخرين؟ امتى ينتهي العشم ده؟ امتى يخلص؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك. هل انت من الناس اللي بتدي فرصه تانية في العلاقه؟ وامتى رصيدك او رصيد العشم او الموده بيخلص مع اصدقائك؟ منتظرين اجاباتكم، ابهرونا وكلمونا عن صداقتكم وعن علاقتكم، قولوا لنا يعني نتعلم منكم ازاي. اعتقد ان يعني وجود تجارب حضراتكم هتفيدنا وهتفيد كل المشاهدين فيما يتعلق بكل اسراء الاراء يعني في هذا الموضوع. بكل تاكيد، مره ثانيه ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، مستنيين اجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.